السلام عليكم ورحمة الله، معكم خميس الغافري وتحليل يونت 1 للصف السادس الأساسي للفصل الدراسي الأول لمنهج سلطنة عمان. هنا يتعلم الطالب أن يسأل ويجيب عن هذه الأشياء عندما تكون مفرد وعندما تكون جمع. ماذا سيقول عندما يسأل عن أشياء مفردة؟ سيستخدم هذا السؤال What is it؟ What is it؟ عندما يجيب سيجيب ب it's واسم الشيء it's a rug it's a car it's a pen. طبعا it's اختصار ل it is، اذا ربما تكون هكذا it is، اذا it's a rug it's a car it's a computer it's a hand. شيء مهم يكون مفرد، شيء ان يكون مفرد، اذا هذا اختصارها it's لزيادة السرعة في الكلام. بدل ما نقول it is a rug نقول it's a rug. عندما نسأل عن شيء بالجمع what are they، what are they، نجيب ب they are أو نختصر there، there matroshka dolls، إذن they are اختصار ل they are، إذن اختصار لهذه they are، إذن ربما نقول they are there أو they are، إذن هذا اختصار لهذه الكلمتين، إذن there زيادة السرعة there matroshka dolls. هنا نفس الشيء سنسأل عن مفرد what is it، نجيب it's ونذكر اسم الشيء what is it، it's ونذكر اسم الشيء، إذن بسيط. إذا نسأل عن جمع what are they، they are sand paintings مثلا there مختصر they are، what is it، it's a pole، وهكذا. إذن هذه أسئلة وإجابات عن أشياء بالمفرد وبالجمع يحفظها الطالب. هنا حوار جميل يقوم به الطالب مع زميله أو الطالبة مع زميلتها. طبعا عندما نسأل عن اسم شخص ماذا سنقول؟ عندما نسأل عن عمر ذلك الشخص، عندما نسأل عن الدولة التي أتى من هذا الشخص يعني جنسيته، مثل ما نقول الجنسية يعني من أين أنت، معناها أنت ما هي جنسيتك. ماذا سنقول؟ طبعا يختلف عندما نسأل عن مذكر ويختلف عندما نسأل عن مؤنث. سنبدأ بالمذكر. عندما نسأل عن هذا توم مثلا what's his name، إذن هي اختصار what is his name، نختصرها إلى what's، what's his name ما هو اسمه، سنقول مثلا he is Tom، he is Tom أو his name is Tom، طريقتين he is Tom أو his name is Tom. الآن سنسأل عن عمره how old is he، how old is he، كم عمره؟ إذن نجيب he is مثلا 12 years old، he is 12 years old. سنسأل الآن عن الدولة التي هو منها where is he from، إذن where is he from نختصرها where's، where is he from، where is he from، سنجيب he is from Germany or he is from Germany. هذا فيما يتعلق ب المذكر. الآن المؤنث كيف سنسأل عنها؟ مثلا عن سهام what's her name، what's her name ما هو اسمها، إذن her name is سهام أو she is سهام، كله صحيح her name is سهام. سنسأل الآن عن عمر سهام how old is she، how old is she، سنجيب she is 13 years old or she is 13 years old، نختصرها she is 13 years old. الآن سنسأل عن الدولة التي هي منها where is she from أو where is she from، where is she from، إذن she is from Morocco، she is from Morocco، نختصرها she is from Morocco، وهكذا. إذن الطلاب يكملون هذا الجدول ويبدأون بممارسة هذه الأسئلة والإجابات في المدرسة أو في البيت كل واحد، أهم شيء يحفظون هذه الأسئلة والإجابات. هنا سنبدأ السؤال نسأل عن اسم هذه الشيء بالمفرد، نقول what is it، what is it، إذن أي شيء نراه ونريد نسأل عنه نقول what is it، مفرد أهم شيء يكون مفرد. رأينا مثلا كلب نقول what is it، نجيب it's a dog، it's a necklace، it's a hand، it's a car، إذن اختصار it is نختصرها إلى it's. Where is it from؟ نريد نسأل عن هذا من أين أتى، يعني من أين مصدره، أي دولة. Where is it from؟ طبعا هي أصلها Where is it from؟
نختصر وير از الى ويرز، وير از ات فروم، حتى ات ما نسمعها قليل. ليش؟ لان نسرع وير از ات فروم، نلاحظ وير از ات فروم، وير از ات فروم، اتس فروم جرماني، اتس فروم تشاينا، الدوله التي اتى منها، اتس فروم عمان، هذا فيما يتعلق بالدوله التي اتى منها. هنا سنصنع الماده التي صنع منها هذا، واتس ات ميد اوف، هي اصلها وات از ات ميد اوف، وات از ات ميد اوف، نختصرها الى واتس، واتس ات ميد اوف، واتس ات ميد اوف، نختصرها هذه ات از ميد اوف، نقول اتس، اتس ميد اوف بلاستيك، اتس ميد اوف بيبر. هذا فيما يتعلق الاسئله حول الاشياء المفرده. الان سنسال عن اشياء بالجمع، سنسال عن هذه لانها جمع، وات ار ذي، هنا قلنا وات از ات لانه مفرد، هنا وات ار ذي، نختصر ذي ار، نقول ذير، ذير نذكر اسم هذا الشيء بالجمع الاشياء، مثلا ذير ماتروشكا دولز، اذا ذي ار نختصرها ذير. وير ار ذي فروم، هنا نسأل عن مصدر هذه الأشياء بالجمع، من أين يعني هذه، من أي دولة. They are from Italy, they are from China, they are from Oman وهكذا. إذا اختصار they are from نختصر إلى there, they are from. هنا سنسأل عن المادة التي صنع منها هذا، what are they made of, what are they made of. سنجيب they are made of paper، نختصرها they are إلى there, they are made of paper. They're made of paper. إذن هذا اختصار لهذه. إذن نفس الطلاب يمارسون هذه الأسئلة والإجابات لأنها مهمة. هنا نرى هذا الفعل to be. To be هو المصدر، فعل مصدر يسميه. طبعا له، هو مصدر لهذه الأفعال اللي هي am و is و ار اذا كانت في المضارع، اما في الماضي واز وير، بس نحن الحين نريد في المضارع. اذا هي هو الفعل المصدر لهذه الافعال. نستخدم طبعا هذه تو ايدنتيفاي اور سيلز، عندما نريد ان نعرف بانفسنا نستخدم هذه الاسماء، مثلا هلو ام روبي، هلو ام خميس، هاي اي ام سلمى، هاي اي ام ربيعه. اوكي، هذا اللي عرفنا بنفسه، هلو ام روبي. إذا كنا نعرف بأنفسنا. To say where we come from، أيضا لكي نذكر من أين أتينا أو من أين يعني أتى شخص ما، يعني ما هي جنسيته. مها is from Oman، إذا مها is، استخدمنا is from Oman، سنذكر الدولة التي يعني أتت منها، or I am from Qatar، he is from Bahrain وهكذا. To say how old we are، أيضا نذكر العمر، أحمد is 12، مثلا I'm 40، ليلى is 24 وهكذا. To describe a state or condition، نذكر يعني حالات معينة، حالة شيء، معلومات عنه، حقائق. Rugs are made of، هنا نذكر معلومة عن الشيء الذي صنعت منه هذه السجادات مثلا. طبعا نلاحظ هنا اختصار لكل ذلك. أول شيء، ما معنى هذه الإصبع؟ نلاحظ هنا إصبع، هنا إصبع، هنا إصبع، كما نلاحظ. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك بأن هناك شخص ما سيخبرنا عن هذه المرأة، شخص ما سيخبرنا عن هذا وعن هذه وعن هذين الزوجين وعن هذه الأشياء. إذا نزلنا للأسفل لن نجد الإصبع، لماذا هنا لا يوجد إصبع ولا هنا ولا هنا؟ لأن هذا لن يحتاج إلى وسيط، هو سيخبرنا عن نفسه. هؤلاء أيضا سيخبروننا عن أنفسهم. هذا طبعا حوار بينهم، ربما مقابلة شخصية، فهو يتحدث إليه مباشرة بدون وسيط. سنبدأ الآن مع هذه المرأة، ماذا سنذكر عنها؟ طبعا ربما نذكر اسمها أو نذكر ضمير. She is، نختصر إلى she's، she's 11 years old، العمر. She's a doctor، الوظيفة. She's happy، حاسيسها، مشاعرها. she's tall، حجمها. she's from Oman، الدولة التي أتت منها. she's friendly، أيضا هي ودودة أو طيبة. she's thin، she's سلمى أو her name is سلمى. she's good، she's married، هي متزوجة. إذا هذه حقائق ومعلومات، أهم شيء تكون ما زالت موجودة، يعني مثلا هذه مرض ما زالت متزوجة، يعني ما طلقت، ما زالت في هذا العمر، ما زالت طبيبة، ما تقاعدت، ما زالت سعيدة، ما زالت طويلة، ما زالت عمانية، يعني محتفظة بالجنسية العمانية، ما زالت يعني ودودة، ما يعني الحين
شرسة ولا شيء وهكذا. هنا سنذكر معلومات عن هذا أيضا، ضميره لن يكون شيء، ضميره he. He's 23 years old. He's a teacher. He's excited. He's short. He's from Yemen. He's kind. He's fat. He's Abdo. هذا اسمه Abdo. He's angry. He's single. He's smart. He's single يعني أعزب. هنا عن هذه التفاحة ضميرها it. It is. نختصرها إلى it's. It's an apple. It's a fruit. It's round. It's red. It's tasty. It's healthy. It's cheap. It's small. It's good. It's fresh. It's grown in France. وهكذا. إذن معلومات وحقائق عن التفاحة، عن أي شيء مهم مفرد يكون، سيارة، أي شيء مفرد. هنا صاحب الإصبع يخبرنا عن هذين الزوجين، اختصارهم they are. نختصرها إلى they are 25 years old. They are married. They are happy. They are engineers. They are from Egypt. They are friendly. They are thin. طبعا لما نشوف from والدولة معناها جنسيتهم. ها هنا سيخبرنا عن أشياء ولكن غير عاقلة، بالجمع ولكن غير عاقلة. نفس الشيء ذي، إذا ضمير العاقل الجمع ذي وضمير غير العاقل الجمع ذي، نفس الشيء they are. نختصرها they are modern. They are strong. They are fast. They are made in USA. They are black. They are fighter planes. وهكذا. إذن هذه معلومات وحقائق. هنا هذا الشخص لن يحتاج إلى صاحب الإصبع، هو سيخبرنا عن نفسه، سيقول أنا وأنا وأنا. إذن عندما نتحدث عن أنفسنا الضمير يكون I وأم بعدها يأتي، ولكن نختصره إلى حرف الأم فقط. إذا بدنا نقول I am نقول أم. I'm 11 years old. I'm a student. I'm happy. I'm tall. I'm from Japan. I'm friendly. I'm thin. I'm tushy اسمه. I'm single. I'm strong. I'm good in English. I'm hungry. طبعا هذه معلومات. هؤلاء أيضا نفس هذا سيخبروننا عن أنفسهم، بدل ما أقول I سأقول نحن. هنا سنقول نحن، يعني واحد يتحدث بالنيابة عنه وعن زملائه. We are نختصر إلى we're. We are 16 years old. We are students. We are happy. We are tall. We are from Australia. We are friendly. We are smart. إذن هذه معلومات. هنا هذا سيحدث هذا عن خصاله، يعني يقول أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا. طبعا يو عندما نخاطب شخص نقول له يو يعني أنت أو أنت، عندما نخاطب شخصين يو أنتما، أو عندما نخاطب جمع أنتن نساء يعني جمع أو أنتم، إذن نفس الضمير. إذن يور نختصرها إلى يور بدل يو آر. يور 40 years old. You are a driver. You are sad. You are tall. You are from Brazil. You are friendly. You are lazy. You are Orlando. You are married. You are helpful. You are handsome. إذن نفس شيء. إذن هذا فيما يخص هذه الضمائر والأفعال التي تأتي بعدها. هنا يكمل الطالب هذا الجدول. Draw your face in box one. هنا طبعا يرسم وجه الطالب في أول صندوق. And a friend in box five. والصندوق الخامس يرسم صديق ويكتب جمل. طبعا هذه مثلا الطالبة ستخبرنا عن نفسها I'm from Oman. أنا من عمان. الطالبة ستخبرنا عن صديقتها، ستقول she's from Egypt. She's from Egypt. طبعا هذه مرسوم من already موجودات في الكتاب، فقط الطالب يكمل. هذه لا، الطالبة ترسمها أو الطالب يرسم صورته. هنا الطالبة ترسم صورة صديقتها أو الطالب يرسم صورة صديقه. إذن she's from Egypt. He's from India. It's from Iran. الطالب أو الطالبة رسمت صورة صديقتها فتقول عنها she's from Italy. هذا طبعا من أول موجود. They are from Oman. إذن هذه أنا وضعتها وهذه كذلك على الطالب. الآن نلاحظ ممكن أن نعكس بينها هذه الأشياء. إذن هذه غير ثابتة، الطالب يرسم حسب ما يشاء. مرة ثانية كيف ننطقها بسرعة. I'm from Oman. She's from Egypt. He's from India. It's from Iran. She's from Italy. They're from Oman. إذن هذه اختصارات. I am from. I'm from. She is from. She's from. He is from. He's from. It is from. It's from. She is from. She's from. They are from. They're from. إذن هذه اختصارات لزيادة السرعة في الكلام. طبعا هذه طبعا الاختصارات يقوم الطالب بإيصال
الاختصار مع الذي يناسبه. إذن أم هذه I am, his he is, she's she is, it's it is, where we are, there they are, your you are. طبعا هذه ما مكتوبة, كتبتها يمكن نسيوها. طبعا we use am with I عشان نقول I am. We use is مع he و she و it. إذن he is, she is, it is. طبعا نختصرها كلنا, I am نقول am, he is نقول his, she is نقول she's, it is نقول it's. أما are نستخدم مع we و they و you. إذن we are, they are, you are, نختصرها we are, they are, you are. هذه مهمة أيضا للطلاب. هنا طبعا عن الملابس, عن الملابس طبعا الباترنز في الملابس, يعني الأشكال التي نراها في الملابس. إذا رأينا دوائر circles of color, ماذا نسمي هذا الفستان أو هذا النمط اللي في هذا الفستان؟ نقول spotted, spotted. Squares of different colors, إذا شفنا مربعات بألوان مختلفة مثل القميص به مربعات زرقاء ومثلا سوداء أو حمراء, نقول ماذا؟ نقول checked, نسميه checked. إذا شفنا parallel lines of color, إذا شفنا خطوط متوازية, خط 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 كذا, ربما بألوان مختلفة أو نفس خط يعني أسود ومع قميص أبيض, نقول stripped, نسميه stripped. Flower shapes, إذا رأينا مثلا به يعني مثل هذا, به يعني هذه الأزهار, نسميه flowery, نسميه flowery. A button that looks like a line of the letter W joined together, إذا شفنا يعني هذا الخط المتعرج هكذا مثل W, طبعا متعارف عليه عندنا يسميه زجزج, ولكن هو الصحيح زجزاج, اسمه زجزاج اللي هو المتعرج كما سنرى هنا في هذه الأشكال. إذا ها هو الزجزاج, ها هو الخط المتعرج هكذا, حتى شيء خياطة كذا يقول أريد زجزج أو أريد زجزاج, إذا هذا هو زجزاج. هذه هي النقاط أو الدوائر التي نراها نسميه spotted. هذه طبعا زهور وورود flowery, طبعا هذه خطوط متساوية stripped, طبعا هذه مربعات كما نرى مثلا قميص مثلا فستان نسميه checked وهكذا. إذا يحفظها الطالب هذه الأشياء. هنا الطالب يقارن بين طبعا هذه الفقرة وهذه الفقرة, طبعا هذه قبيحة وهذه جميلة, هذه ليس فيها punctuation, ليس بها علامات ترقيم, أما هذه بها علامات الترقيم. إذن علامات الترقيم مهمة. هنا يقرأ الطالب هذه الجملتين, هذا سؤال وإجابة, ويقرأ هذه السلايد. draw a rectangle around the question mark, إذا يرسم مستطيل كله أرسم مستطيل حول question mark, هذه هي question mark, رسمنا مستطيل هنا عند question mark كما نلاحظ. draw a triangle around the capital letter, إذا عندما يرى capital letter يرسم عليه مثلث, هذا W capital لازم لأن بداية الجملة, هذه مها اسم شخص لازم capital, بداية الجملة capital, إذا يجب أن يضع capital. draw a circle around the commas, إذا عندما يرى كما يعمل سيركل, هذه كما الفاصلة الصفرية, كما إذا الفواصل الصفرية يعمل عليها دائرة. draw a square around the full stop, إذا يعمل مربع على الفول ستوب, طبعا الفول ستوب هنا نلاحظ فول ستوب نهاية الجملة. طبعا هذه استخداماتهم كما نلاحظ هنا, يكمل الطالب هذا حتى لا نطيل عليكم. طبعا هذا اسمها قمة, وفي عندنا أبوستروف, ولكن أبوستروف تأتي في الأعلى, هذه اسمها أبوستروف كما نرى هنا, أما هذه اسمها قمة, فرق بين أبوستروف وان قمة. هذا مثال طبعا. جود الجي كابيتال لأن بداية الجملة, أحمد لأنه اسم إنسان لازم كابيتال, نهاية الجملة فول ستوب, نبدأ السؤال أو الجملة بكابيتال, question mark I لازم يكون كابيتال حتى لو في نص بداية يعني منتصف الجملة, هذا اسمها apostrophe, هذا full stop, نبدأ أيضا بكابيتال, نبدأ السؤال أو الجملة بكابيتال, صلالة لأنها اسم مدينة لازم كابيتال, question mark
بداية الجملة W لازم كابيتال، هذا اسمها كاما، I لازم تكون كابيتال، فول ستوب نبدأ السؤال بكابيتال أو أي جملة بكابيتال، question mark I أيضا لازم تكون كابيتال، صلالة لازم كابيتال لأنها مدينة، أوغست شهر لازم كابيتال، قلنا الشهور والأيام وأسماء المدن والدول لازم كابيتال، أسماء الخاصة مثلا the Indian Ocean the Nile River هذا لازم كابيتال، هنا لازم كابيتال دي، هنا كويشن مارك كابيتال ان اي كابيتال لازم، هذا ابوستروفي فول ستوب اي كابيتال بداية الجملة ابوستروفي ان فول ستوب، اذا هذه هي البنكتويشن اللي هي علامات الترقيم مهمة جدا. طبعا هنا الطالب يضع هذه الاشياء يتعلم الناون الاسماء ناونز الفيربس الافعال ادجكتيفز، طبعا كما نلاحظ هنا يضع خط تحت الأسماء هنا تحت الأفعال، طبعا هذا فعل، لماذا؟ لأن جملة فعلية هذا بدأ بها، بدأ بالفعل، هنا أيضا تحت الصفات، طبعا الأرقام تعتبر صفات، الألوان صفات، الأحجام صفات وهكذا. هنا الطالب يقوم بتقسيم هذه الكلمات إلى nouns أسماء verbs أفعال و أجيب الصفات، كما نلاحظ هنا nouns الأسماء pencil paper scissors necklace doll rug parrot frog، إذا هذه كلها أسماء أشياء. هنا أفعال cut put color draw unfold fold stick، طبعا stick مثل هذا stick تأتي اسم وتأتي فعل، إذا stick معناها هنا فعل ألصق، وأيضا stick معناها عصا. cut نفس الشيء، قط معناها اقطع، وايضا قط معناها جرح، نفس شيء كلر، كلر معناها لون، وايضا كلر لون وهكذا، اذا احيانا ننتبه لذلك. اذا هي هنا افعال صحيح، ولكن ايضا يجوز ان تكون اسماء. هنا ايضا الالوان قلنا صفات بلو مثلا بينك، ايضا الارقام 7 9 8 وهكذا، الاشكال مربع مستطيل نفس شيء، الانماط مال الاشياء زجزاج ستريبد شيكد وهكذا، اذا الطالب يقوم بذلك. طبعا هذه نهايه الوحده الاولى، في امان الله تعالى.